سميت القاهرة قديماً مدينة الألف مئذنة. طبعاً اليوم تجاوزت العاصمة المصرية هذا العدد، وأصوات المؤذنين كثيراً ما تتداخل. تقول وزارة الأوقاف إن بعض المؤذنين لا يلتزمون بمواعيد الأذان الصحيحة، وإن أصواتهم ليست دائماً على المستوى المطلوب. قررت الوزارة توحيد الأذان عن طريق بثه مباشرة من الإذاعة المصرية إلى أجهزة استقبال خاصة في مئات المساجد بالقاهرة، لكن القرار يلقى معارضة. في بعض المخالفات الشرعية، قال صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. فهذا باب مفتوح للخير للمسلمين جميعا، لمن أراد أن يحب أن يكون أطول الناس أعناقا. فمن أين نأتي بأطول الناس أعناقا؟ وحد الأذان. بالإضافة إلى الاعتراضات الشرعية، يشكو البعض من أن القاهرة ستخسر تنوع الأصوات الذي يميزها وقت انطلاق الأذان. ومع ذلك فهناك من يرى في القرار خطوة على الطريق الصحيح. بقى كويس إن شاء الله، بإذن الله يبقى يعني موحد على الكل، وما بقاش فيه الأصوات متختلفة، ويبقى كويس يعني إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. ربما تكون هذه هي إحدى المرات الأخيرة التي يرتفع فيها صوته بالآذان. فالمسجد سينضم قريبا إلى شبكة الآذان الموحد ليلحق بالمساجد الخمسين التي بدأ فيها العمل بهذا النظام مع أول أيام شهر رمضان. هذا الأذان لا يرفع حقا من هذا المسجد، فهو من ضمن المساجد التي بدأ يطبق عليها نظام الأذان الموحد. عددها قليل حتى الآن، لكن في المستقبل القريب ربما يصبح هناك صوت واحد هو الذي يسيطر على سماء القاهرة وقت الأذان. خالد عز العربي، بي بي سي، القاهرة.